ينضم إلينا أيضا إيرينا سوكرمان المتخصصة في الشؤون الدولية والاستراتيجية. بعد التحية لك سيدتي، حالة التأهب القصوى ترفع في القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا نتيجة لما قيل إنها معلومات نشطة موثوق منها باحتمالية حدوث تهديد إرهابي محتمل، فلماذا هذا التوقيت وهل هذا يمكن أن يحدث على أرض الواقع؟ نعيد السؤال مرة أخرى سيدة إيرينا، الحديث حول رفع حالة التأهب القصوى وكما قيل أن هذه الحالة يعني لم تحدث منذ حوالي 10 سنوات على الأقل، هل هذا التهديد يعتبر له احتمالية كبيرة أن يقع نتيجة لما قيل أن هناك معلومات موثوق منها جاءت نتيجة لهذه الاحتمالية؟ برأيك احتمالية حدوث هذا التهديد الإرهابي وهذا التوقيت؟ Well, there's indeed been a tracking of several potential threats to U.S. bases in Europe. ISIS-K is one potential threat. They have they're also considered threat to the Olympic Games in France directly. They've been rapidly expanding their threat to Europe and حيث أن هناك الكثير من التوترات بناء على هذه التهديدات المحتملة لهجوم الولايات المتحدة في المستقبل. ربما تكون هناك بعض الحوادث المماثلة وأيضا التهديدات الخاصة بتلك التوترات خاصة في الدول الأوروبية كما حدث في الماضي منذ 10 أعوام بما في ذلك في ألمانيا، وتهديدات بالطبع أخرى بسبب إيران وأذرعها في المنطقة. أشكرك إذن سيدة إيرينا سوكرمان، كنت معنا من نيويورك المتخصصة في الشؤون الدولية والاستراتيجية، أشكرك شكرا جزيلا سيدتي.